الكريم مشاهدينا متابعينا الكرام، اجدد تحية بكم مرة ثانية مع هذه الانطلاقات ومع هذه التحديات الرائعة. شوطنا العاشر مشاهدينا متابعينا الكرام، من اعطت اشارة البدء منذ لحظات وهو شوط خاص بالثنايا الابكار المهجنات الاصايل بشعارات اصحاب السمو الشيوخ. شوطنا العاشر مشاهدينا متابعينا الكرام وهو الشوط الخاص بالثنايا الابكار المهجنات الاصايل بشعارات اصحاب السمو الشيوخ في مسافتنا المعتادة والمقررة وهي 8 كيلومترات. نسير بالصدارة، نتابع البداية، ننطلق بمقدمة هذا الشوط وأرى الاندفاع التلقائي الحاضر دائما مع المقدمة وأرى وضحة من قادة المجموعة بشعار سمو الشيخ راشد بن حمدان براد المكتوم، عتيج بن سالم بالعرطي الحميري من يتابع انطلاقة وضحة وهي تشق طريقها منذ البداية إلى الانتصار ومع التحدي. المركز الثاني أرهني شهد مع المركز الثاني التابعة بشعار هجن العاصفة وانطلاقة المضمر غياث الهلالي. نتابع المركز الثالث، المركز الثالث أرى القدوم من المايدية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم ومتابعة راشد بن سعيد بالغافرية من يتابع انطلاقة المايدية مع المركز الثالث. رابع التحديات أن ننطلق مشاهدينا متابعينا الكرام مع السيلية بشعار سمو الشيخ راشد بن حمدان بن رايد المكتوم ومتابعة مسري بن سالم بالعرطي الحميري، بينما انطلقنا مع المركز الخامس من الجانب الآخر. من الجانب الآخر أرى القدوم والتسلل من ندى لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن رايد المكتوم ومتابعة السعيد بن عبيد الحميري. ننطلق مشاهدينا مع المركز السادس كي أرى التقدم في هذه اللحظات من زمزم لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن رايد المكتوم. علي أحمد الصديق يتابع انطلاقة زمزم اللي تسللت مع المركز السادس ومع المركز السابع. المركز السابع أرهني الشاهنية التابعة بشعار هجن ند الشبا وانطلاقة سالم بن سعيد في عملية التضمير والمتابعة. ومع المركز الثامن، المركز الثامن وصلت شودة، وصلت شودة مع المركز الثامن التابعة بشعار هجن العاصفة ومتابعة غياث الهلالي. ومع المركز التاسع نتابع ودعة لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم برايد المكتوم غانم بن مسهر بالقوبة متابعا لانطلاقة ودعة مع المركز التاسع. وعاشرا من الجانب الآخر شعار سمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان على ظهر مذيار وانطلاقة أحمد بن خلفان بن صايغ المزروعي من يتابع انطلاقة مذيار اللي تسللت بدورها وانطلقت مع المراكز المتقدمة. هذه النتيجة، هذه النتيجة والنداء، النداء الأول للعشر الأسام المتقدمة في هذا المساء الجميل بأمسية الثنايا. نعود مع الصدارة والعود أحمد إلى مقدمة هذا الشوط وشهد، شهد على الصدارة، شهد على مقدمة هذا الشوط. تنطلق بهذا التحدي المثير وبهذا الشعار، شعار هجن العاصفة وانطلاقة المضمر غياث الهلالي. من يتابع انطلاقة شهد اللي تنطلق وتندفع بناموس هذا الشوط. ومع المركز الثاني أرهني المايدية تتسلل مع المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم ومتابعة وانطلاقة راشد بن سعيد بالغافرية. ننطلق مع المركز الثالث وأرى التقدم من شودة التابعة لهجن العاصفة يقدمها غياث الهلالي بهذا الاندفاع المثير. ومع المركز الرابع، المركز الرابع وصلت ندى، وصلت ندى تنادي أيضا
بالمقدمة والصدارة. ندابة شعار سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن رايد المكتوم ومتابعة سعيد بن عبيد الحميري، ولكن أراد تسلل لمذيار لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايدان الهيان، تنطلق مع المركز الرابع، ذكرناها مع المركز العاشر بأول نداء، وها يتنطلق انطلاقة ممتازة، انطلاقة سريعة مع المركز الرابع شعار سمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل الهيان، ومتابعة أحمد بن خرفان بن صايغ المزروعي. من يتابع انطلاقة مذيار من بدت، تنطلق مع المركز الرابع ومع المركز السادس، انطلاقة أيضا قادمة وتحديات من السليل. تابع سليل من بدد تسلل في هذه اللحظات، وتنطلق ايضا لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن رايد المكتوم مسري بن سالم بن عرطي الحميري. من يتابع هذا الانطلاق لسليل من بدد، تنطلق وتتسلل مع المراكز المتقدمة، ولكن أرى القدوم ما شاء الله تبارك الله، أرى التسلل من ودعة لسمو الشيخ صعيب بن مكتوم براد المكتوم غانم بن مسفر بالقوبة. انضمرها من يتابعها بهذا الاندفاع بهذا التحدي، ومع المركز السابع أرهني أيضا انطلاقة وتحديات والقدوم من زمزم لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن رايد المكتوم. علي أحمد الصديق يتابع انطلاقة زمزم، ومن الجانب الآخر التحديات أيضا الانطلاق للشاهينية التابعة بشعار هجن ند الشبه سالم بن سعيد في عملية تضميرها وتدريبها. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للمراكز المتقدمة والمندفعة بناموس هذا الشوط، لنا عودة مع الصدارة مع البداية مع المقدمة، وأرهني شهد أرى شهد من تنطلق بناموس هذا الشوط منذ البداية بهذا الشعار، شعار هجن العاصفة وانطلاقة غياث الهلالي. من يتابع انطلاقة شهد المركز الثاني المايدية بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم راشد بن سعيد بالغافرية. من يتابع هذا الانطلاق، ولكن أرى التسلل لشهود اللي بدأت تنطلق مع المركز الثالث، بدت تعزف الانشوده شوده مع المركز الثالث بشعار هجن العاصفه ومتابعه غياث الهلالي، ومع المركز الرابع ودعه لسمو الشيخ صعيب بن مكتوم مراد المكتوم غانم بن مسفر بالقوبع مضمرها، ومع المركز الخامس التحديات المذيار لبشعار سمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد الهيان، ومتابعه احمد بن خلفان بالصايغ المزروع الشاهينية تتقدم مع المركز السادس التابعة بشعار هجن ند الشبه، ومتابعة سالم بن سعيد في عملية التضمير والمتابعة، ومع المركز السابع أرى القدوم من ندى لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن رايد المكتوم وسعيد بن عبيد الحميري. من يتابع انطلاقة ندى، من تنطلق مع المركز السابع ثامن التحديات، أراهني بشاير تتسلل بأول ندى بشعار هجن العاصفة وانطلاقة غياث الهلالي. من يتابع انطلاقة بشاير، من بدأت تنطلق مع الأسامي المتقدمة، ولكن لنا عودة مع الصدارة مشاهدينا متابعينا الكرام. ما شاء الله تبارك الله، شهد على الصدارة منذ البداية يا الرشوط بهذا الاندفاع المثير والانطلاق، الانطلاق الجميل ما شاء الله تبارك الله، شهد على الصدارة بشعار هجن العاصفة والمؤازرة والمسالدة من شودة من بدت أيضا تنطلق مع المركز الثاني، الثنتين بشعار هجن العاصفة وانطلاقة غياث الهلالي المايدية مع المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم راشد بن سعيد بالغافرية مضمرها، والتقدم أيضا من الجانب الآخر
الجانب الآخر نتابع مذيار، نتابع مذيار مع المركز الرابع لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، ومتابعة أحمد بن خلفان بن صايغ المزروعي بشاير تتسلل مع المركز الخامس التابعة بشعار هجن العاصفة وانطلاقة، ومتابعة غياث الهلالي من يتابع انطلاقة بشاير، ولكن لنا عودة مع الصدارة مع البداية مع المقدمة والمغادرة للوحة الكيلو المتر الأخير والخطير، شهد على الصدارة منذ البداية، منذ البداية يا رشوط بهذا الاندفاع المتميز بدون أي تعليمات، بدون أي تعليمات، ما شاء الله تبارك الله، المساندة والمؤازرة أيضا من شودة مع المركز الثاني الثنتين بشعار هجن العاصفة، ومتابعة غياث الهلالي، نتابع مذيار مع المركز الثالث، مع المركز الثالث لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، ومتابعة أحمد بن خلفان بن صايغ المزروعي، ولكن أرى نوارة تتسلل بأول ندى لسمو الشيخ زايد بالمر بن مكتوم المكتوم، وانطلاقة حمد بن علي العويسي من يتابع انطلاقة نوارة مع المركز الرابع، ولكن انطلقت شهد، بدأ التباعد المسافة في اللحظات الأخيرة، في اللحظات المثيرة. تهانينا لهجن العاصفة ولمالك هجن العاصفة على فوز شهد بالمركز الأول وبدون أي منافس، قامت رأس وانهت الشوط رأس، تهانينا لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد برادة مكتوم على فوز شهد بالمركز الأول وبدون أي منافس. المركز الثاني شودة من هجن العاصفة، المركز الثالث تاتي نوارة لسمو الشيخ زايد بالمر بن مكتوم المكتوم، المركز الرابع مذيار لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد النهيان، والمركز الخامس انطلاقة وتحديات بشاير بشعار هجن العاصفة. هذه النتيجة للخمس الأسامي المذاعة والمنطلقة بناموس هذا الشوط، ولكن لنا عودة مشاهدينا متابعينا الكرام مع التوقيت الزمني ولحظات وصول شهد إلى خط النهاية 12 دقيقة توقيتها الزمني، هذه لحظات الوصول 58 ثانية وست أجزاء من الثانية، تهانينا لهجن العاصفة والتهاني موصول لغياث الهلال شهودة تصل مع المركز الثاني، تأتي بتوقيت زمني مقداره 13 دقيقة 3 ثواني جزء واحد من الثانية، تهانينا لهجن العاصفة والتهاني موصولة أيضا للمضمر غياث الهلالي، بينما اللي وصلت مع المركز الثالث هذه نوارة تصل مع المركز الثالث 13 دقيقة 4 ثواني وأربع أجزاء من الثانية، تهانينا لسمو الشيخ زايد بالمر بالمكتوم المكتوم، والتهاني لحمد بن علي العويسي.